محمد بن احمد في الصداره يتكرر مرتين. هذا مشعل فهد جد الملك عبد العزيز الله يرحمه. تدري ان نحن نرد منكم ومداري نرجع وياكم سوا. وين؟ ونعيد ونرجع وياكم في بدران. ايوه ونعم والله بطاري ونعم بطاري. معلومه جديده يقول محمد الله يرحمه: نسيت عن اصل الفصل وعزبتي، انا من حراره بالمعالي وكورها، انا من نسل بدران بن عامر. نحن عيال ياس بن عامر بن اياس، هذا منا بعد لان بن اياس عيال ياس بن عامر. صحيح. نلتقي بدران بن عامر وياس بن عامر، نلتقي في عامر. في عامر. صحيح. يعني لان الصداره هم الشيوخ، شيوخ دواسر هم لكن انفصلوا عنهم، لكن بعدهم الشيوخ دواسر. نعم والله كلام مزبوط. هذه طال عمرك بديت من 13 إلى 18 رحلة بالدراجات النارية، وسويت لي كثير من الرحلات، منها أبرزها واحدة على أستراليا بروحي حوالي 16,000 كيلومتر في 21 يوم. بعدين رجعت سويت واحدة اللي أخذت الجون ستيوارت هايوي، طلعتها في 6 أيام من ملبورن إلى داروين، من الأقصى الجنوب وسط أستراليا. سويت رحلات كثيرة. والطيارة شو؟ الطيارة اللي دخلني فيها الأمير سلطان بن سلمان الله يحفظه. طيار قال لا لازم لازم أبيك تحول. خواله. قال لا أبيك تحول. خواله أبوه. خوال يده. فقلت له أبشر طال عمرك بديت تتعلم الطيران عام 18، وأنا هذه طال عمرك دايموند توين. من وين صنعتها؟ صنعتها نمساوية ألمانية. والمكان طلعت التربان ولا بستم؟ هذه بستم بس جت فيول ديزل. جت فيول استعملوا في الطائرات ريكافيك اللي هي عاصمه ايسلندا، نمت فيها. بعدين هنا دخلت الدائره القطبيه الشماليه كينغلاس وارد في جرينلاند، عديت وقود وكملت على كانويت اللي هي اقصى شمال كندا. هنا تقريبا انهيت عبور الاطلسي. بعدين اليوم الرابع نزلت على جراند ريفير شمال كندا، منا على اوشكوش افردن في ولايه ويسكونسن الامريكيه. طال عمرك انا خلصت 5 ايام، حضرت 3 ايام المعرض، بعدين كملت لين اقصى في يومين لين اقصى عند سياتل بلينغهام. طال عمرك ما شاء الله. واخر شيء طيار تجاري معي رخصة على أساس إنه تطير أنت على ال. إيه أنا جيت طال عمرك الحين بالطيارة عشان أشارك بالمعرض، جيت بروحي في هاي سهلتي، جيت على هذه الآن واقفة في رأس الخيمة وإن شاء الله رد عليها ما شاء الله. خذها الأبد نستعملها، ولنا إن شاء الله طال عمرك نحب نشوفكم بلدكم الثاني في أي وقت. ترى طال عمرك تشرفنا، تشرف تشوف ديارنا الغار طال عمرك، ونوريك محلاتكم هناك. مرحبا مرحبا. الله يسعدك. ما تعمل شيء. صورة جميلة تقعد صورة طال عمرك. صورة جميلة. احنا نجاح، احنا بمشاركتكم. واحد كمان السلام بين الحالة والبلد بالعكس، يعني انا سعدت الله يحفظك. هات المكره بس كلمه انطباعك عن المهرجان. السلام عليكم. انا شاكر لهذا التكريم، وشاكر ما شاء الله الحسن التنظيم. هذه النسخة العاشرة، ان هذه رابع مرة اشارك، وما شاء الله دائما من نجاح الى نجاح. وهذا الشيء مو بغريب على الشيخ عوض بن مجرن اللي هو اصلا قدوة للرحالة، ما شاء الله صار قدوة في التنظيم يعني المهرجانات، وهالاستقطاب العالمي، وهالرحالة اللي انا شفتهم والتقيت فيهم نخبة، يعني الواحد يتعلم منهم ويستفيد. وبالعكس يعني ان شاء الله دوم من نجاح الى نجاح في ارض الخير في ارض الامارات. اشوف المهرجان بالسعوديه عندكم ان شاء الله بوجودك. الله يسلمك.